السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. في البداية يا ريت كل الناس اللي بتشوفنا تعمل لايك، واللي بيتابعنا لاول مره يشترك معانا بالقناه، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم اشعارات بكل الفيديوهات الجديده الخاصه بالقناه. البطوله العربيه على عكس ما كان متوقع حتى هذه اللحظه، فرق كنت بتتوقع انها تنافس وبتشوفها بتأدي بشراسه في هذه البطوله بتلاقيها بتأدي بتراجع رغم الصفقات اللي بالملايين اللي عملتها فرقه زي نادي الهلال السعودي بعد جولتين بيتذيل مجموعته بتعادل مع اهلي طرابلس ثم خساره من نادي السد القطري رغم التعاقدات اللي عملها الهلال، وكان منها اللاعب كاليدو كولوبالي نجم خط دفاع المنتخب السنغالي ونجم نادي تشيلسي الانجليزي. شفنا بيتلاعب في بغداد بنجاح مهاجم نادي السد القطري. ترتيب المجموعة بتاعت نادي الهلال، الهلال متذيل المجموعة بنقطة وحيدة بتعادل مع أهلي طرابلس، السد القطري بعد تعادله مع نادي الوداد المغربي في الجولة الأولى نقطة، ثم فوزوا على نادي الهلال بثلاث أهداف مقابل هدفين في الجولة الثانية ويصبح أربع نقاط يتصدر المجموعة أهلي طرابلس. أهلي طرابلس مدرب أهلي طرابلس قال كان في إمكاننا إن إحنا نفوز على نادي الهلال في الجولة الأولى. يبدو إن هذه البطولة ستشهد مفاجآت كبيرة، ممكن الزمالك تلاقيه عدى دور المجموعات. جمال عبد الحميد كريستيانو رونالدو والبودي جارد بتوع كريستيانو رونالدو زقوه وقعوه وهو طالع داخل على كريستيانو، شاف كريستيانو راح يهجم عليه عشان يتصور معاه، راحوا ده شكلك مش لطيفة يا كابتن جمال، في حاجة اسمها كلام، في حاجة اسمها لغة، في حاجة اسمها ناخد وندي في الكلام، مش تخش على واحد هجم كده فانت احرجت نفسك وقعت على الارض بشكل مش لطيف يا كابتن جمال. يعني المهم بيقول لك نادي الزمالك كبير وله جماهير في العالم اجمع، وده شفناه في ملعب بياخد 20,000 ما حصلتوش 5,000 يعني، لكن في العالم اجمع اعتقد اعداد جماهير الزمالك ستزداد جدا بعد الاداء في مباراه الاتحاد المنستيري. اعتقد لابد من الاتحاد العربي يوقع عقوبه بسبب التجاوزات بتاعتهم، واعتقد البعض بيتكلم عن بعض الجماهير ممكن يتم ترحيلها بسبب الاساءه والتجاوزات اللي حدثت. طبعا الكابتن جمال عبد الحميد بيقول لك عايزين نهدي البطوله هديه لمرتضى منصور. جمال عبد الحميد قبل اي جمله لازم يحط مرتضى منصور، قبل أي زي كده عادل امام في المرجان احمد مرجان، بشكر سياده رئيس راعي الرياضه راعي الفن راعي الشعر كل حاجه، هو مرتضى منصور كل حاجه في هذا النادي. الخضري بينتقد مشاركه حسين الشحات في النادي مباراه النادي الاهلي والداخليه، ويقول لك كنت منتظر من النادي الاهلي انه ما يلعبش اللاعب على طول بعد ما حدث منه في الشيء والواقع. ايه ده؟ النادي الاهلي وقع عقوبه ماليه نص مليون جنيه على اللاعب، قلت حضراتكم يتم خصم 250,000 في راتب من راتب اغسطس و250,000 من راتب سبتمبر شهر 8 و9. وكل العالم كله بيقول لك العقوبه تبقى على اللاعب، انما النهارده لما اقول لحسين شحات ما تلعبش معايا، هل انا بعاقب حسين ولا بعاقب النادي؟ ممكن النادي في حاجه للاعب، لكن الفلوس الاول اللعيبه كانت بتاخد ثلاثه تعريفه. انا بقول كل واحد بياخد له 100,000 جنيه ولا بتاع ثلاثه تعريفه. لكن وكان همهم وشغلهم شغل هو اللعب، انما دلوقتي اللاعب عادي اللي ما والله ما لعبتنيش ريحتني يا عم. احنا داخلين عم عاوز اطلع الساحل وعايز اطلع مش عارف، النادي الاهلي غرامه ماليه. هيعمل ايه النادي الاهلي؟ لا كان لازم لا يا راجل اما نضربه بطلقتين في دماغه ونحسب اخلص عشان تنبسط يا خضر يعني. ولا في واحد اعلامي كويس باستثناء شبانه اللي اتكلم عن استفزازات هذا الشخص يعني. لكن زي ما بقول لحضراتكم سيد معوض كان ليه راي اخر برضه، كان ليه بيقول لك شايف انه العناصر الاساسيه تريح في مباريات الكاس. يا راجل يا طيب ده الاعلام بيعمل حفلات، ده مباراه بيراميدز التحصيل حاصل، الاعلام كله تغني بيراميدز وهاجم، ده كان بيقول لك مارسيل كولر فاشل عشان بدا بلعيبه وريح علي معلول وبدا بلعيبه صغار السن، جرب كريستو جرب ده وجرب ده.
قال لك فاشل. انت عايزنا كمان لما المصري والظروف والحساسيات بتاعت مباراه الاهلي والمصري عايزنا يريح لعيبه يقول لي ايه المشكله لما اخسر؟ لا يا سيدي، ده انت في نادي لو خد كاس مصر كانه خد كاس العالم. يا جماعه في ايه؟ اتكلم برضو الخضري تقليلا من محمد شناوي، قال لك ما ينفعش نقارن محمد شناوي بالحضري، يعني حضري اسطوره. ماشي، الحضري اسطوره، محمد شناوي اسطوره. قول لي كم لاعب عندك في مصر شارك في كاس العالم للانديه اكثر من مره؟ ثلاث مرات. مين؟ مفيش. طيب قول لي مين عندك في مصر لعب كل البطولات؟ مفيش. الحضري ما عملهاش. يعني لعب اولمبيات محمد الشناوي، لعب كاس العالم محمد الشناوي للمنتخبات، لعب كاس العالم للانديه، لعب بطوله امم افريقيا، كل البطولات لعبها. زي ما بنيجي نتكلم عن احمد فتحي اسطوره لعب في كل البطولات، برضه لازم نتكلم عن محمد الشناوي. لا هو بعيد بعيد. ايه هو لعب اولمبيات عصام الحضري؟ لا. مين كان الاساسي في كاس العالم؟ محمد الشناوي. محمد الشناوي خد كم مره بطوله افريقيا اكتر من عصام الحضري؟ هي ده بطولة افريقيا للمنتخبات، هي بس اللي ناقصة الحصول عليها، ناقص محمد الشناوي. خد احسن لاعب في افريقيا عصام الحضري؟ خدها؟ لا. لكن ازاي؟ لازم، مش هو اللي لسه بيلعب، ممكن يدي له حقه بعد ما يبطل، لكن طول ما هو بيلعب وهو الزملكاوي الخضري فيبقى ما ينفعش يتقارن. بالنسبة لمحمد شريف لاعب النادي الاهلي، النادي الاهلي قفل القصة وباع القصة فيما يخص عرض نادي فاتح التركي 1,300,000 دولار. الاهلي رافض هذا الامر، خلاص النادي الاهلي بيبدا بقى في عقد محمد شريف سنه مع النادي الاهلي، بعد ينتهي مع نهايه الموسم المقبل، حقه في شهر يناير المقبل يعني يتفاوض مع اي نادي او اي نادي يتفاوض معاه. لكن النادي الاهلي بدا التفاوض حاليا على تجديد عقده بقيمه ماليه تقترب من 13 مليون جنيه. بالنسبه لحاله محمد شريف الصحيه، طبعا ما شاركش في مباراه الداخليه للاصابه ولا هيشارك في مباراه المصري، يعني قلت حضراتكم كدمه كان الاشاعه قالت انها ممكن على يوم الاثنين، لكن مصدر من داخل النادي الاهلي قريب الصله بالجهاز الطبي قال لك انه بيعاني من جزع في الرباط الداخلي للركبه نتيجه تعرضه لكدمه يوم الخميس في التدريبات، وبعد كده تم وضع برنامج تاهيلي ليه وعليه هيتم فحصه يوم الاثنين المقبل. حالته كويسه هيدخل في التدريبات، حالته لسه هياخد 10 ايام يعني بيخش في برنامج تأهيلي مدته 10 ايام. نادي فيوتشر بعد ما باع 3 لعيبه لنادي بيراميدز بحوالي 150 مليون جنيه على راسهم بوبو، 150 مليون جنيه، ياخد الفلوس بقى ويحاول ايه يخبط نادي الزمالك. مالكش حاجه، ماليش حاجه في ايه، الزمالك عايز يتعاقد مع محمود حماد، حاله محمود حماد ثم الزمالك مفيش اي تعاقدات، ففيوتشر هياخد 150 يدي لفاركو 30 35 في اللاعب محمود حماده، ويدي كمان 15 ولا 20 في شكري نجيب ويضرب ويبقى الباقي تمام يتعشي كده، ويجيب لاعب مكان لاعب محمود حماده لاعب منتخب اجيبه مكان بوبو. يعني هنشوف القصه هتوصل لحد فين. يعني بالنسبه لسعد سمير وكلامه عن عوده كريم نيدفيد للنادي الاهلي، قال لك لاعب متميز جدا وشخصيته قوية ومن أفضل لاعبي خط الوسط في الدوري المصري وعنده شخصية النادي الأهلي، وقال لك وقت ما كان موجود في النادي الأهلي مع الكابتن حسام البدري كنا بنخاف نقرب منه، يعني لأنه كان قريب جدا من الكابتن حسام البدري، الواحد يقول له كلمة يهزر معين إلى الكابتن حسام البدري يعني يزر فكنا بنبعد عنه. يعني محامي كهربا ومحامي هو نفسه محامي حسين الشحات الاستاذ اشرف عبد العزيز، الاستاذ اشرف عبد العزيز قال لك في مفاجآت ساره لجماهير النادي الاهلي خلال 3 ايام، وهي الخاصه بالغرامه بتاعت نوت حضراتكم هيدفع من يوم 1 او يوم 2، والاهلي منتظر بس القصه الخاصه برد الفيفا على حساب نادي الزمالك، اي حساب اللي يندفع عليه المبلغ يعني. فقال لك يعني ناس كتير كانت بتشكك في كهربا وكهربا مش هيلعب، وكانوا بينتقدوني لما اقول كهربا بيلعب، او كهربا بيلعب النهارده لحد اليوم في كاس مصر لا يزال بيلعب، وقال لك ازمه محمود كهربا بشان ايقافه محليا ماليش علاقه بيها مطلقا، ده امر يخص النادي الاهلي، ده الخاص بايقافه من قبل لجنه الانضباط نشر المباراه بتاع بسبب احتفاله مع جماهير النادي الاهلي في مباراه نادي الزمالك، مش عارف لكن انا عليه بالازمه والفيفا وكلام من هذا القبيل يعني. بالنسبه لكن هو قال لك في مفاجاه ساره، هي قصه تنتهي يعني.
كابتن هاني رمزي رئيس قسم الكشافين في شركة النادي الأهلي أو المسؤول عن قسم الكشافين في النادي الأهلي، اتكلم عن صفقة النادي الأهلي الجديدة رضا سليم، وقال لك إنه هيتطور داخل النادي الأهلي وممكن قيمته التسويقية توصل ل 8 مليون دولار. نتمنى بإذن رب العالمين النادي الأهلي يستفيد منه فنيا ويستفيد منه ماديا. مدرب الجيش الملكي نصر الدين النبي اتكلم عن انتقال اللاعب رضا سليم للنادي الاهلي، قال ان رضا سليم يمثل بالنسبه لنا 40% من قوه نادي الجيش الملكي، وقال انه بيهني النادي الاهلي على التعاقد مع رضا سليم، لكن بنلوم على النادي الاهلي لانه افقدنا لاعب مهم في صفوف الفريق وعنده قدرات عاليه، وقال ان رضا سليم لاعب كبير وعنده مساحه كبيره انه يتطور خصوصا مع فريق كبير زي النادي الاهلي تحت قياده مارسيل كولر المدير الفني الكبير، عنده قدره على تطوير اللاعبين يقدر يطوره بشكل كبير. يعني في النهايه شكرا على حسن تابع حضراتكم، ودمتم في امان الله ورعايته، استغفرك ربي واتوب اليك، استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.